سائل: هل صحيح ما يشاع أن مسجد العباس بالطائف فيه قبور؟ لا، ما في قبور، ما في قبور. يقال إنه على محل اللات، صنم أهل الطائف إنه على محل اللات، واللات قيل إنه قبر وقيل إنه صخرة، كان اللات يلت عليها السويق للحجاج، اللات تاء بالتشديد على قراءة التشديد، قيل هذا وقيل هذا، والله أعلم. ولكن لما أعيد بناؤه على عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تشاور مع العلماء فأزاحوه عن محاذاة قبر العباس، أزاحوه إلى جهة الغرب. نعم.